بنرحب بحضراتكم. خلينا دلوقتي نروح سريعا لايف فيو معسكر الاهلي في برج العرب قبل مواجهه المصري، واكيد في استفسارات كثيره جدا حابين ان احنا نعرفها ونقولها لحضراتكم. مراسلنا العزيز فاروق صلاح. فاروق بونجور، صباح الخير، وعندنا اكيد اسئله كثيره حابين انا وكريم يعني نسالك عليها وكمان نطمن الساده المشاهدين دلوقتي. طمنا من ناحيه دلوقتي التناغم اللي موجود، وانا كنت بسمعك امبارح مع كابتن اسلام الشاطر وانت اتكلمت عن النقطه دي تحديدا، قلت في تناغم كبير جدا بين الفريق الاول والشباب المنضمين في، كان مران شارك فيه كل اللعيبه وتقسيمه شارك فيها كل اللعيبه، اتكلمت عن ارضيه الملعب قد ايه هي رائعه وفي صيانه حصلت يعني من الناس القائمين المنظمين كمان هناك، ففي اجواء لحد دلوقتي نقدر نقول مبشره جدا. خلينا كمان نعرف سير النهارده اليوم لحد ميعاد المباراه، ولو في اي حاجه كمان حابب ان انت تطلعنا عليها اتفضل. يعني خليني في البدايه اصب عليك يا هوان، صباح الخير، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كابتن ايهاب جلال مدرب حراس منتخب مصر الشباب. يعني قبل ما نروح للمباراه ونتكلم على تفاصيل، انا عارف ان الجهاز الفني الكابتن ايهاب والكابتن محمود جابر الكابتن كرم الافراد الجهاز دي تعبت قد ايه، في كتير من الاوقات كنا موجودين معاهم، عملتوا بطوله مميزه، عملتوا بطوله كويسه، لكن ان شاء الله القادم افضل باذن الله يا كابتن ايهاب. نهاوند اثرتي كلام مهم جدا وكلام في غايه الاهميه. طبعا احنا موجودين هنا في الاسكندريه مقر اقامه فريق النادي الاهلي او معسكر النادي الاهلي اللي كان ابتدى طبعا مع مباراه الاتحاد السكندري اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. طبعا المعسكر هنا ممتد حتى مباراه المصري اليوم اللي هتكون في تمام الساعه 9 على استاد الجيش ببرج العرب. خليني اخد المشهد من النهايه وارضيه الملعب اللي اتكلمنا عليها، ويعني فردنا كتير من الكلام لهذا الامر، وكان من كلام مستر ريكاردو سواريش اللي اثنى، يعني انا صراحه اول مره خلال المباريات اللي نبقى موجودين فيها ان مستر ريكاردو سواريش يثني على ارض ملعب، طبعا يعني غير ارض الاستاد الاهلي والسلام، اول ارض او مباراه او ملعب خارج النادي الاهلي، او مستر ريكاردو سواريش اتكلم عنه بشكل اكثر من رائع. لكن ده يرجع للجهود المبذوله لاداره استاد الجيش ببرج العرب ومجهودات الدوله المصريه في الارتقاء بالبنيه التحتيه الرياضة المصرية. لو انت عارف ان مجهود كبير جدا بيبذله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الارتقاء بالبنية التحتية. البنية التحتية والامور اللي تمت على استاد الجيش ببرج العرب اعتقد بتظهر في ابهى صورة ان واحد من الاستادات او الصروح العملاقة للرياضة المصرية، وايضا اثنى عليه روي فيتوريا مدرب المدير الفني للمنتخب المصري اللي خلاص من المقرر انطلاق معسكر منتخب مصر الاول هيكون في شهر سبتمبر القادم باذن الله، وهيكون هنا في الاسكندريه. التناغم والانسجام اللي احنا شفناه ولمسناه من اللعيب النادي الاهلي، خليني اقول لك ان رفع من الروح المعنويه الفوز الاخير على فريق الاتحاد السكندري. في امور كتير جدا كابتن ايهاب طبعا هيلمس هذا الامر، ان داخل النادي الاهلي في امور مميزه، ما تحسش ان اللعيب اللي داخل جاي من خارج النادي الاهلي او جاي من قطاع الناشئين هو غريب على النادي الاهلي، ده الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه كباتن النادي الاهلي ممثل في اللي موجودين هنا في الاسكندريه، سواء الكابتن رامي ربيعه، سواء محمود متولي، يعني سواء اليو ديانج، اللاعبين الكبار، والدور الاكبر اللي بيقوم بيه اللاعبين اللي غير موجودين معانا هنا في الاسكندريه، كابتن الشناوي، كابتن ايمن اشرف، كابتن وليد سليمان، ودورهم والتواصل مع اللاعبين، ده عامل حاله من التناغم، عامل حاله من الانسجام. الناشئ ايضا اللي موجوده نهاوند مش حاسس او مش هايب الموقف، لان في امور كتير جدا انت بتزرع في لعيب النادي الاهلي الشخصيه انه يكون على قدر المسؤوليه، اللعيبه حاسه بالمسؤوليه، اللعيبه حاسه ان هي لسه ما عملتش حاجه، مباراه وانتهت، عندنا مباراه ثانيه مهمه، دور كبير جدا طبعا لكافه اللاعبين، اللعيبه عايزه خلاص تقفل الصفحه الماضيه، بنركز في المباريات المتبقيه في الدوري. مستر ريكاردو سواريش قال ان هي مجموعه من المباريات هنقف من خلالها على مستوى بعض اللاعبين اللي نقدر نستعين بيهم من قطاع الناشئين. طبعا شكر اللعيبه الكبار وقال ان هم يعني خلال 36 يوم لعبنا 12 مباراه، وده رقم كبير جدا. النادي الاهلي على مدار الثلاث سنوات الماضيه بيقف على منصات التتويج، والامر دوت وصل اللعيبه لحاله عاليه جدا من الاجهاد في ظل ضغط المباريات. طيب اسمح لي هنا عايز اسالك على حاجه يا فاروق، بما ان احنا ذكرنا الضغوطات الموجوده وتلاحم المباريات، طمنا عن حاله طبعا يعني الاجهاد او لو في اي اصابات او في اي مشاكل، خلي الناس برضو تطمن قبل المباراه بساعات قليله جدا، الوضع عامل ازاي عندك؟
يعني خلينا اطمنك انا هواندي، طبعا يعني هو في المباراه الاخيره امام الاتحاد السكندري كان في كدمه ما بين كريم فؤاد ومحمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الاتحاد، لكن اطمنا من الدكتور احمد ابو عبله ان الكدمه كانت بسيطه وتعامل معاها في ارض الملعب واستكمل كريم فؤاد المباراه، ثم ان كريم فؤاد نزل المران بالامس وادى المران بشكل اكثر من رائع. طبعا ده من خلال الدكتور احمد ابو عبله اطمنا على كريم فؤاد اللي كان اقرب اللعيبه اللي حصل، بس يعني كدمه ما بينه وما بين محمد عبد المنصف. برضو اطمنا من خلال الدكتور احمد ابو عبله ان شاء الله عقب العوده من الاسكندريه احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا هينضموا للتدريبات الاهلي الجماعيه. اكرم توفيق قريبا جدا في المستطيل الاخضر في الملعب ان شاء الله، يعني بعد اكتمال الامور ونزل التدريبات الجماعيه بشكل كامل. طاهر محمد طاهر انا هواندي خلال اسبوعين هيكون موجود ايضا في التدريبات الجماعيه. حسين الشحات اللي عاد اول امس بعد اجراء الجراحه في جراحه الغضروف وهيبدا خلاص البرنامج التاهيلي. هنا الحاله البدنيه الحاله الفنيه التركيز اللي موجود عند اللاعبين النهارده عايزين يقدموا مباراه كبيره امام فريق المصري. خليني اقول لك ان الاتحاد المصري قرر اسناد المباراه لطاقم تحكيم بقياده الكابتن محمود البنا، هيعاونوا سمير جمال وسامي هلهل اثنين على تقنيه الفار طارق مجدي واحمد صلاح والحكم الرابع احمد مجدي. نتمنى التوفيق يا نهواند من النادي الاهلي في هذه المباراه. انا موجود معاك يا نهواند طبعا لو في استفسارات او اي تساؤل بالنسبه لك او بالنسبه لكريم او للكابتن اياب. لا يعني تغطيه اكثر من رائعه كالعاده منك يا فاروق، واحنا اكيد قناه الاهلي يعني مكمله معاك التغطيه لحظه بلحظه على مدار اليوم لغايه ميعاد المباراه باذن الله، وكمان بعد المباراه، ونبارك لبعض كلنا باذن الله يعني، وبدايه ان شاء الله كده مبشره وانا متفائله كابتن.